سؤال مهم جدا وحوله نقاش مجتمعي كبير وربما حيرة مفتعلة نحاول الآن أن نجد لها مخرجا. أولا، المدرسة هي الفضاء الذي تتكون فيه شخصية التلميذ، فضلا عن اكتسابه للمعارف وللكفاءات الفنية. والأسر المغربية كلها تعتبر الدين من التعلمات الأساسية للمدرسة الوطنية، هذا مسلم به. ثم من الاستكشافات الحديثة في علم النفس التربوي أن الإنسان عموما والمتعلم المدرسي خصوصا يعني التلميذ يتوفر على 9 ذكاءات متعددة وليس ذكاء واحدا الذي يكون هو الذكاء المنطقي الرياضي الذي ساد التعامل به إلى اليوم واللي من خلاله يحسب الكوسيون انتلكتويل أو درجة الفطنة والذكاء الوحيد. هناك ذكاءات متعددة حسب البحوث الأمريكية المتوفرة الآن. من ضمن هذه الذكاءات المتعددة الذكاء الفضائي والذكاء التواصلي والذكاء الحركي متعلق بالجسد والذكاء الفني والذكاء الروحي. هناك ذكاء روحي وهو بالذات المتعلق بالدين وعلاقة المتعلم بالدين في كل جوانبه، في جانب العقدي يعني متعلق بالعقيدة والجانب السلوكي والجانب الإيماني، وهذه هي بالذات مكونات التربية الإسلامية التي ندرسها لآبائنا من خلال لأبنائنا من خلال المقرر الوطني. وبخلاف ما يتم التعامل به في مجموعة من المدارس ذات الطريقة التقليدية، تصوري أن يجب توظيف التربية الإسلامية لتربية المتعلمين على القيم وعلى السلوك الحسن وعلى الحب الخير لأنفسهم وحب الخير للجميع والتوازن العاطفي، الاستقرار العاطفي لكي يحميهم من بعد من مجموعة من الهجمات الفكرية والوجودية والعقادية خصو يترسخ فيهم من خلال التربية الإسلامية، وكذلك استقرار النفسي وكذلك الحفاظ على البيئة إلى آخره من القيم الهامة جدا. وهذا ما هو مقصود بترسيخ الهوية. ترسيخ الهوية مشي هو تكريس الانغلاق وتكريس التقليد الأعمى والحفظ عن ظهر قلب لقواعد معينة. الحفظ عن ظهر قلب يكون بالنسبة للقرآن، أما ما عدا القرآن من قيم دينية يجب أن يكون موظفا بذكاء حتى يفهم التلميذ أن هذه هي الحياة وهذه هي القيم التي تمكنه من عيش طيب مع زملائه وإخوانه وأخواته وأبويه والمجتمع بصفة عامة.